للأسف الشديد الذي لاحظناه أن هذه الحكومة ورئيسها لم يحالفهم التوفيق بل خالفهم منذ البداية وهم يتخبطون. فلا الوعود التي يعني يوعدوا بها يوفون بها، ولا يعني الشرح والتواصل مع المجتمع ينجحون فيه، لأنه الحكومة يمكن لك توعد باش ما بغيتي، ولكن ربما ما تقدرش تفهم كل شيء اللي كتقول نظرا للظروف الصعبة التي قد تقول. ولكن تشرح للناس، لا تواصل، لا وفاء بالوعود، لا حسن تدبير لما ينشأ عادة مع الحكومات من نزاعات ومن يعني مشاكل، كما وقع لهم في التعليم وكما يقع لهم الآن في الطب، يعني يعني خيبات أمل يعني متتالية. وزراؤه يعني إلى حد الآن عدد منهم غير معروف على المستوى الوطني منهم، وقيل أنهم كفاءات، فلم نرى لا كفاءة ولا هم يحزنون. فبطبيعة الحال وأكثر من هذا، فإنهم حاولوا أن يجدوا بشجابا يعلقون عليه خيباتهم وفشلهم، فلم يجدوا خيرا من يعني الحكومتين السابقتين، واجتهدوا اجتهادا فظيعا في أن يعني يربطوا بين الحكومتين، مع أن الحكومة الأولى يعني أنهت يعني حس يعني ولايتها بانتصار انتقل بها من 107 من النواب البرلمانيين إلى 125. ولا عمري غير احترام ديال الديمقراطية وديال الشعب والتصويت ديالو كان كافي باش يفرقوا على الأقل. لا، هما خلطوا الحكومتين، وبعض الإخفاقات التي جاءت في الحكومة العدالة والتنمية الثانية حاولوا أن يعني يطلعوا بها الحكومتين معا، وهذا بطبيعة الحال عيب. علاش؟ لأنه في النهاية لا افترضنا أننا احنا كنا حكومتين فاشلتين، أنت كنت عنصر أساسي في الحكومة الأولى وعنصر أساسي أكثر في الحكومة الثانية. بل الحكومة الثانية اللي ما كانتش طبيعية، لأنه الناس صوتوا على العدالة والتنمية الذي كان يرأسه الأستاذ عبد الحليم كيران، وعين جلالة الملك عبد الحليم كيران رئيسا للحكومة. هذا هي اللي كانت غتكون حكومة طبيعية. هذه حكومة ديال العدالة والتنمية صحيح، ولكن يعني بصيغة معدلة، كان لك فيها القدح المعلى، فكنت كنت حملتي غير المسؤولية ديالك وعلى الأقل ديال غير الصواب. ولو كان عندك شي شوية ديال الفهم والعقل تذكر الناس اللي سبقوك بخير. شوف أنا متبع الحياة السياسية منذ وعيت، ما كاينش شي حكومة جات كتشتم الحكومة اللي سبقتها منذ وعيت. شي حكومة جات كتشتم الحكومة اللي سبقتها ولا كتحملها المسؤولية، ما كايناش. اللي جات انت، وهذا هو الصواب. وإذا به بقاو تيقولوا هادشي حتى أصبح ممجوجا. بطبيعة الحال حنا ملي شفناهم يعني حنا وقرناهم، وهما اللي في الحكومة كان خصنا ما نوقروهمش، قرناهم فسحنا لهم المجال، بغاو يلصقوا فينا كل شيء فشل ديالهم. كان من الضروري أن نقوم نحن لكي نعارضهم، فأصبحنا رغم عددنا المحدود في البرلمان يعني أظن الله أعلم أقوى صوت معارضة في البرلمان وفي المجتمع، ومن خلال ندواتنا الصحفية ومن خلال تدخلاتنا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، إلى أن علمنا أن السيد رئيس الحكومة سيلقي عرضا حول حصيلة حكومته كما هو منصوص عليه في الدستور بعد مرور سنتين ونصف. فأريد أن أفشي سرا، هو أن إخواننا منذ سمعوا بهذا قبل 6 أشهر قالوا إذن يجب أن نحضر أنفسنا لكي نرد على هذا. فبدأوا منذ 6 أشهر في منتدى أطر حزب العدالة والتنمية الذي رأسه الأستاذ دريس قلي، وتحت إشراف الأخوين سي عبد الله بوانو باعتباره رئيس المجموعة النيابية، والأستاذ الكبير سي دريس الأزمي الذي لا يحب أن أذكر اسمه يعني
رئيس المجلس الوطني يعني بدأوا يحضرون لهذا، فأنتجت وثيقة أعتبرها فخرة من مفاخر العمل السياسي في المغرب، واطلعنا عليها قبل بضعة أيام، واقترحت على الإخوة لا ننتظر أن يلقي السيد رئيس الحكومة عرضه، فلنبدأ نحن بإلقاء عرضنا. هكذا نرى الأمور في هذه يعني سنتين ونصف في إطار الفريق المجموعة البرلمانية بطبيعة الحال، ويعني هذا ما لا أظن أن هذا يعني يجب أن يضايق أحدا. طبعا الحال غيكون نتمنوا أننا ما نديروش هذا الشيء ولا ما نسبقوش، ولكن ما فيها بس. على كل حال حياتنا السياسية إن كان هذا يعتبر يعني إبداعا وليس بدعة فهو إبداع جيد، وحبذا أن الأحزاب السياسية كلها تسبق إلى هذا. فها قد وقع، حضرنا الوثيقة، حضرها إخواننا الأطر بإشراف الأخوين مشكورين، والوثيقة بين أيديكم اليوم، كل واحد منكم يمكن أن يتحصل على نسخة مكتوبة منها، لأنه الإخوان ديالنا كيقولوا لي يا سعد إلا غنديروها في الإنترنت فاش كديروها؟ PDF ولا شي حاجة بحال. ف يعني قلت لهم لا، أنا هاد القضية ديال شي وثيقة في هاد الشيء، في هاد الشيء اللي قدامي يمكن زعما يبجدوها الناس ما كتنجحش، ديروها ورق وراه حضروا واحد العدد ديال النسخ، كل واحد فيكم يمكن يتحصل على نسخة. لا اللي كيشوف مزيان ياخذ الصغيره، اللي عينو بحال ديالي ياخذ الكبيره، راه ما كاين حتى مشكل. هاد البلاد الحمد لله اللي عنده فيها القرار الاعلى هو جلاله الملك، خليني نكون معكم واضح، ولكن جلاله الملك ولو انه هو صاحب القرار الاعلى في مختلف المجالات، ماشي هو اللي كيدبر وكيسير، وما يمكنلوش يدبر ويسير معظم القضايا. نقول لكم بكل صراحة، جلالة الملك ما كيتدخلش فيها، كيخلي الحكومة تخدم باش يشوف يعني مدى القدرات ديالها والمبادرة ديالها، خص الحكومة يعني تخدم وتتخذ القرارات وتتخذ المبادرات. ولا جات شي توجيه من جلالة الملك باش شي حاجة توقفها، بطبيعة الحال غادي توقفها، ما كاينش لعب في هادشي، أو لا شي حاجة خصها ديرها غادي ديرها. أنا اللي كنتأسف عليه شنو هي الديمقراطية؟ الديمقراطية هي واحد العملية تنافسية اللي خص يصعدوا فيها الأقوياء، اللي كان كيقول السي مبارك الله يرحمه أقوياء النفوس، خص يكونوا أشخاص أقوياء، سواء تعلق الأمر برئاسة الحكومة أو تعلق الأمر بالوزارات أو تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية إلى آخره، لأنه ماشي سيدنا غادي يجي معاك يبقى ولا انت تبقى جامد كتسنى حتى الاخر باش تشوف واش داكشي غيعجب ولا ما غيعجبش. انت خاصك دير اللي عليك، خاصك دير اللي عليك وتشوف المصلحه ديال البلاد فين كاينه، ولا كانت شي حاجه كتبان لك يعني صعيبه تستشر فيها. انا كنت كندير هذا الشيء بعض المرات، كنستشر مع سيدنا شي حاجه، شي مرات يقول لي توكل على الله سي مكيران، وشي مرات يقول لي هذه لا وخرها الى اخره. فهاد الشيء هاد الروح هذه، هاد الحكومه هذه جاءت بدون اساس كيف حاجه بسيطه، وجلاله الملك يقول لنا ما تمشيش. وحتى المره الاخرى ملي قلت له العام سيدي الا جيتي من افريقيا اما غتلقاني كنت الحكومه اما غتجي نجيب الاستقاله ديالي، قال لي سي مكيران نجيب الاستقاله ديالك، وجا الاعفاء منه. وانا ما عندي حتى مشكل، الامور اللي كتجي مباشره عند جلاله الملك وفي الاطار ديال القانون وديال المبادئ والقيم ما كاين حتى مشكل. فهاد الحكومه هذه يعني ادى اليها التحكم والتلاعب، ولهذا حتى هذا الشيء اللي تنقولوا على هذا السيد رئيس الحكومه راه نسبي فهمتيني ولا لا، ولكن كيخصو يفهم باللي الموقع ديالو ماشي موقع ديال اللعب، لا هو لا الوزاره اللي معاه، خصوصا هاد الشباب اللي هاد الناس الجداد اللي جاب، ولا الناس اللي جابوا من الجماعات. وكان انا ما تكلمتش على الجماعات، الجماعات غير نظره لا الدار البيضاء، لا على الرباط، لا على سلا، لا على مكناس، لا على فاس، وهادو غير اللي تنذكر دابا،
وإلا كيظهر هذا الشيء معمم في المغرب كله. يعني كي بنادم تيحشب ملي كيشوف باللي ما قدروش يعملوا في بعض الأحيان برنامج، ما قدروش يعني يصدقوا عليه، ما قدروش. شنو هذا الشيء؟ شنو وقع؟ ولهذا حنا اليوم حنايا كنتأسوا على البلاد. طبعا كانت هنالك محاولة ديال ملتمس الرقابة، ولكن حنا فضلنا ما ندخلوش فيها، لأنه لا الجهة اللي اقترحتها كتميز بشي مصداقية، بالعكس عندها مصداقية صفر، لا الظروف ديالها. يعني حنا كنقولوا لهاد الحكومة هذه تشجعي لك انت مازال غادي تزيدي في المسؤولية، وإلا قدمي استقالتك وسيري بحالك.